اليوم كيف شفت الموقف، يعني آخر موقف صدر عن حزب الله عن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، قال أنه نحن تحت سقف الدولة، يعني الدولة هي هلأ اليوم بتقول أنه هذه نحن حقوقنا، نحن وراء الدولة منشجعها، نحن ما فينا ناخذ موقف عن الدولة اللبنانية. صراحة شخصية مثل ما كتبت امبارح بالتوقيت ما عجبني بالمرة. كيف يعني بالتوقيت ما عجبها؟ بالتوقيت يعني هلأ يعني موقف نواب الحزب، موقف وزير امبارح بيرم على الجديد لما حكي عن الصمت الإيجابي كان أفضل بكتير من موقف نائب الأمين العام. وإسرائيل خاصة أنها بتنطر من لبنان موقف الحزب بس، أنه من لبنان الرسمي بتعرف أنه خانع، من الرؤساء للوزراء للكل بتعرف أنه خانع، هيدا بتنطر موقف الحزب. نحن بعنا، أنا هيدا تحليلي الشخصي، نحن بعنا الإسرائيلي موقف مجاني. هلأ هيدا بهون بالتوقيت، يعني بالتوقيت انا فهمته شخصيا انه نحن تحت سقف الدوله، معناتها اوكي اذا اخذتوا الخط 23 نحن بنمشي فيه. طيب ما هيدا نحن، بس هيدا موقف، يعني انت اليوم عم تيجي طالب، بس هيدا كان الموقف تبع حزب الله بكل الامور من شبعه لا وصولا اليوم للحدود البحريه، انه نحن الدوله اللبنانيه بتقرر انه هذه ارض لبنانيه، نحن خلف الدوله اللبنانيه لتحريرها بالوسائل المشروعه. يعني هذا منه موقف جديد فعليا. لا 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 لا، بالعكس هو عاد موقف من الحزب كثير من قبل. ايه؟ بس نحن امبارح بالتوقيت يعني انا لما عم اقول امبارح وفي تجاذبات والتيار الوطني الحر بيطلع بيان وحركه امل بتطلع بيان والوزر ورئيس الجمهوريه بيروح بيجتمع مع رئيس الحكومه، يعني عم بتقلي انه افضل كان اللي مثل اللي عم بيقولوا كان الوزير بيرم اللي بيمثل الحزب بالحكومه، انه حتى تترك التاويل للاسرائيلي يعني او الصمت الايجابي مثل ما عم بتقول، افضل من انه يصدر هكذا تصريح بهكذا توقيت 100%. وخاصة بنرجع لخطاب السيد قبل بفتره لما قال انه في مواقف بدها ركاب، هو كان عم يقصد انه نروح على الخط 29، كان عم يقصد انه نروح على الخط 29، هو هي من المواقف اللي هي بدها ركاب. نحن يعني شو اليوم بنرجع لنفس القصه، شو نحن اليوم ما حدا بده حرب، بس امرار موقف مثل هيدا بالحكومه بتضغط لتعديل ال 29 بيوقف حرب، ما حدا بده الحرب وما حدا عم يزيد على المقاومه، والمقاومه بتعرف كثير منيح امتى تفتح معركتها وامتى تسكت. بس نحن عم نقول هيك موقف بيمنع حرب. يعني اليوم انا بس بدي اعطي شغله صغيره، انه كرمال الناس انه ايه ما بكره بنطلع بنضرب السفينه، لا ما حدا بيقدر يطلع يضرب السفينه، ما حدا. اول شيء هالسفينه منا سفينه اسرائيليه، يعني اليوم 100% وبتاخذنا على مطرح، نحن على محل يعني بغنى عنه الجميع، واصلا ما يعني انه اليوم منا سفينه اسرائيليه، هذه سفينه يونانيه ومسجله ببريطانيا، يعني انت عم بتفوت بشيء اكبر مني ومنك 100%. وهون خاصة بوضعنا احنا اليوم، انه انا انه السياحة الداخلية مفكفكة، كل شيء مفكفك، لا بنطلع بناخذ موقف واضح 29 وبنحطه بالامم المتحدة وبنوقف وخلي الاسرائيلي يسترجع ينقب، وانا بعدين بروح برفع دعاوي الشركة بجبرها تفل. طيب اليوم تبرير اليوم تبرير رئيس الجمهورية لعدم هذا، يعني ارسال هذا المرسوم، تعديله وايداعه الى الامم المتحدة، شو رأيك بهذا؟ يعني شو خلفيات هذا الموضوع؟ هل برأيك اليوم مثل ما كان عم ينحكى بصفقة ما برضوخ للأمريكي مقابل رفع العقوبات، شو حقيقة الموضوع برأيك أو بتقديرك؟ أنا بدي أحكي شغلي، إن إحنا القوى السياسية هنا بلبنان دائما فرجت على مدى 30 سنة بتفضل مصالحها على مصالح الدولة بكل شيء. يعني نحن حتى لما قبلنا هون، رجعت قبل شوي عطيت انه قلت نحن بالقبول بالمفاوضات، القبول بالمفاوضات بهذا الوقت بالذات كان كتير غلط، لانه احنا كنا بوضع جدا اقتصادي سيء. شو ما يقلنا يعني انت اليوم اذا في حدا عم يسمعك عم بيقول انه اذا انا ما فاوضت انا اخر شيء هيدا الحق ما راح اقدر احصل عليه وما راح اقدر اطلع لا غاز ولا نفط، يعني شو الطريقه الاخرى اذا انا ما فاوضت؟ ما هو شو الشيء اللي نحن عم نقوله؟ إذا أنت ما قدرت تطلع الإسرائيلي ما حيقدر يطلع، إذا أنا بعلن الخط 29 حدودي الإسرائيلي ما عاد حيقدر يطلع، وأنا ما عم طلع لنوصل لخصمي. بس اثنيناتنا خسرانين، يعني إذا أنت اليوم منعته من إنه يطلع غاز ونحن نفس الأمر، فبالتالي أنت اليوم عم تحط حالك يعني بنفس بخسارة يعني. يعني انا اروح على المفاوضات، انا الوضع الاقتصادي منيح، افضل ما اروح على المفاوضات انا والبلد غرقان وفي مشاكل وانفجار المرفأ، وخاصة ما ننسى انه في انفجار المرفأ كمان، انه نحن كل الظروف كانت سيئه وقررنا نروح على مفاوضات بوساطه امريكانيه، هون شيء سيء. هلا رئيس الجمهوريه
اكيد تراجع. ليش؟ شو سبب؟ شو تراجع؟ يعني انه انا انه مثلا والله لانه مثلا والله اقتنع هلا انه خط 23 افضل، لا اكيد تراجع كرمال العقوبات واللي انحطت على جبران باسيل. وكان واضح ديفيد هيل لما اجى ديفيد هيل على لبنان قال له جريساتي، قال له المرسوم صار ورانا، كانوا واضحين بهذا الموضوع. يعني ما عم نطلع شيء جديد، ما عم نطلع شيء جديد. واليوم واضحين بهن شو بيقولوا، الرساله اللي انبعثت شالوها عادوا. وهون بنرجع صحبت يعني الرساله الشهيره ب صحبت، ويوم نبعث رسالة ما بنمضيها، يوم نحطها بالجرور خلاص، مبينين الجماعة أنه مثل يعني رئيس الجمهورية مثل الطبقة السياسية الباقية أنه نحن أوكي ملتزمين بال 23، وإذا الإسرائيلي قبلنا بهوف بناخد هوف، الله يستر ما بيقبلوا بواحد، كانوا بالخط واحد الواحد يلي رسمه الإسرائيلي اللي هو الخط الإسرائيلي اللي هو هون ساعتها بنوقف خبرية كانا وكاريش ومش عارف شو. طب اليوم في حال نحن اليوم كمان، هذه من الأسئلة اللي عم تطرحها، في حال نحن اليوم وصلنا إلى اتفاق على أي خط من هذا اللي مطروحين اليوم، نحن قديش بدنا وقت لنبلش مثل ما صار لنوصل لمرحلة اللي وصل فيها الإسرائيلي وبدأ باستخراج الغاز أو النفط؟ هلا بالاربع خمس سنين اذا بلشنا. بس ما نحن طبعا بدناش ننسى، نحن عينا هي انظمه، تقاتل الرئيس بري والرئيس عمر، ايه هذا نحن باحسن الاحوال اذا اتفقوا يعني. يعني نحن هيدا هلا اليوم مثلا اليوم توتال وهيدا أسوأ شيء بيصير بالعالم، انه رحنا لزمنا توتال واني نفس المطرح، حدا يروح يطالب على توتال؟ هلا يمكن الرئيس بري قايل لهم انه بعد معكم لاخر العشرة الشهر بدكم تجوا وبتقدموا هيدا مش عارف شو، ما بعرف شو الخبريه، بس يروح حدا يطالب على توتال؟ ما هي ملزمه البحث. بس يعني قالوا ما راح نبلش بدون الوصول لاتفاق. ما وهون هيدا بيضحض اللي كان حدا عم يسوق له انه خلونا نجيب شركات ونبلش نحن ننقب. اصلا ما توتال لما اجت تنقب ما نقبت بمحازات الخط 9، ما مقزت بالخط 23 لانه اعتبرت في منطقه متنازع عليها، نقبت قبل. لذلك نحن بتشوف حجم التخبط اللي نحن فيه، وهون بجرني انه نحن نستخرج بهيدا الوقت مع هيك طبقه سياسيه جدا سيء. يعني بس بني هلالين مثل قصة الذهب، مثل قصة المصاري اللي بعدهم، مثل قصة شيء. يعني أنت عم بتجرب بطريقة، عم بتقلي أنه هي أنه اليوم هذه الطبقة وبهذه الطريقة اللي عم نشوفها بعيوننا، يعني اليوم كيف عم بتم التعاطي، لا تؤتمن حتى على استخراج هذه النفط أو الغاز اللي هو حق الأجيال المقبلة أو القادمة. 100% 100%.